السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مطبخ أم منصف. اليوم غنشارك معكم واحد الكيك ديال الكيندر، غادي يجي زوين بزاف وغادي يعجبكم. ودابا غادي نقدم لكم المقادير ديالو. غادي نبداو على بركة الله. هنا عندنا 150 غرام ديال الفرينة، عندنا 100 غرام ديال السكر سنيدة، عندنا هنايا 100 غرام ديال الحليب، عندنا جوج بيضات، عندنا الساشيه ديال الفاني، وعندنا 80 غرام ديال الزبدة مذوبة. عندنا هنايا معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلوة. ودابا غادي عندنا هاد السطامبة غادي نديرها في هادي ديال هادي، فاش غادي نديرها. ودابا غادي نبداو على بركة الله. غادي ندير البيض، نفقس البيض مع السكر وغادي نضربو وغادي نتلاقاو. ودابا درت البيض ودرت السكر ودرت الفاني وغادي نبداو على بركة الله. دابا غادي نضرب البيض وغادي ندير الزبدة وغادي ندير الحليب. ودابا بعد ما درت الحليب ودرت الزبدة وضربتها حتى ولا الخليط بحال ما هكا، دابا غادي نغربل الدقيق. غادي ندير 150 غرام ديال الدقيق وغادي ندير الخميرة وغادي نضربها وغادي نتلاقاو. ودابا بعد ما غربلت الدقيق والخميرة غادي نضربوه. غادي ندهن الطامطة بالزبدة وبالسخير وغادي ندير نص فيها وغادي نشمر الفرع. ودابا الخليط تيعود بحال ما هكا هانتوما. ودابا انا درتها في الطامبا، دهنتها بالزبدة وبالدقيق ودرتها هنايا. غادي سخنت الفران على 180 درجة، غادي نديرها
على 30 مينوتي، عفوا على 30 دقيقة، وغادي نتلاقاو بعد ما نخرجها من الفران. ودابا بعد ما بردات ودرتها في الطبق ديال التقديم، غادي ندير الشوكولات ديال الكيندر. الى عندكم الكيندر داك الابيض ديروا الابيض، انايا عندي غير هذا موفر عندي، قلت ندير هذا. تديروا الشوكولات الابيض وكتزوقوا النيت بهاد الشوكولات ديال الكيندر الابيض. كتسخنوه شويه حيت مع الحال بارد تيبرد، تيبرد الشوكولاط ما تيبقاش. ودابا بعد ما درت لها الشوكولاط الابيض، دابا غادي نجرب حلمة هكا، تنجرهوك وتنعقبو نديرو العكس، تنديرو بحال ما هكا. ديرو الشوكولاط الابيض ديال ديال كيندر. انا ما عنديش، درت ديال النوتيلا. ودابا بعد ما كملت الطورطه ديال الكيندر، كتجي على هذا الشكل، راه تجي زوينه ولذيذه. وجربوها، راه زوينه، كتعجب الدراري كبار وصغار، كتعجب كل شيء هاد الحلوه بحال ما هكا. والى عجبكم الفيديو ما تنساوش جيم، ما تبخلوش عليا الجيم، ديروا لي جيم وبركوا على الجرس باش يوصلكم كاع من هو جديد عندي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.